السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في حلقة جديدة من سوبر نينا. لو أول مرة تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد من فيديوهاتي. زي ما اتفقنا، سوبر نينو تدبير وتوفير وسهولة. النهاردة عاملة لكم ريفيو كده، حاجة تحفة هيعجبكم قوي، عن مرطب الشفاء أو بلسم الشفاء. في ناس كتير بتشتكي إن الشفايف بتاعتها بتبقى مقشرة، وبالذات في فترة الشتاء تحس إن هي بقى بدأت تشقق كده، وإن هي قشرت وإن هي جافة، وبيعملوا وصفات ممكن ما بتنجحش معاهم، وبيجيبوا اللي هو التقشير برده ما بيقشرش، وبيحسوا ان هو مش عملي معاهم. زي ما عملت لكم ريفيو قبل كده عنه واتكلمنا عن المؤشر بتاع الشفايف، النهارده جايبه لكم بقى بلسم الشفايف. ايه يا نينو بلسم الشفايف ده؟ بلسم الشفايف اللي جايبينه النهارده هنتكلم عنه هو بلسم مطور بالشيا باتر وفيتامين اي. يعني في فيتامين اي بيدي كده، بيغذي الشفايف. لو عندك نقص في الفيتامين، هو كمان في فيتامين بيغذي الشفايف بتاعتك وبيديها ترطيب ولمعان وحمايه طول اليوم. وبعدين كمان يمشي معاكي ان هو بيدي درجه حلوه للشفايف. وكمان احلى حاجه في المرطب بتاع النهارده ان هو كمان بكذا طعم، يعني هيديكي ريحه وطعم حلو لما تحطيه على شفايفك مع الترطيب، وهيديكي لون حلو. فبالتالي هو كله مميزات. المرطب بتاعنا النهارده ده من ماي فاميلي، الشركة بتاعته اسمها ماي فاميلي، اسمه مرطب للشفاه. ده بنكهة التوت، في نكهات تانية منه، في منه مانجا، في منه برتقان، في منه قرفة، في منه جوز هند، في بطيخ، في فراولة، في نعناع، في كراميل، في شوكولاتة، في خوخ. يعني عندك خيارات كتير جدا جدا تقدري تختاري منها. طيب يعني مرطب الشفاه ده زي زبدة الكاكاو؟ ايوه، هو شبيه لزبدة الكاكاو، لانه بيعمل برضو نفس الحاجات اللي بتعملها زبدة الكاكاو، بس ده حلاوته ان هو بنكهات كتير تقدري ان انت تختاري ما بينها، وبيديكي ريحة حلوة، وبيديكي كمان لون حلو على الشفايف، كانك حاطة روج. لو انت نازلة الصبح كده وتحبي تحطي حاجة خفيفة، هيديكي منه ترطيب، وهيديكي كمان درجة حلوة للشفايف. طب انا ما بحبش الدرجات، ممكن اجيب بجوز الهند، هيبقى لونه ابيض وهيديني كمان ريحة وطعم جوز الهند. لو انت بتحبي الروجات اللي هي بالنكهات، فده حلو قوي، يمشي كروج برضو، ويمشي كمرطب وبلسم، حلو بجد. يعني هو تركيبة كلها كده مع بعض حلوة جدا. تعالوا بقى نشوف شكل المرطب بتاعنا من جوه عامل ازاي. اهو هو بيجي في علبة كده اهو، بصوا ده بالتوت يا بنات، ده بنكهة التوت. مدة الصلاحية بتاعته معايا 3 سنين، من تاريخ الانتاج 3 سنين، يعني بيقعد معاكي 3 سنين. بس زي ما اتفقنا، بنحاول ان احنا في الميك اب ما نزودش عن 3 شهور الحاجه، عشان برضو ابقى ضامنه الصلاحيه بتاعتها، وابقى ضامنه ان الحاجه اللي فيها ما باظتش او كده. وبرضو مع الاستهلاك، فهلاقي ان هي برضو ممكن تبوظ تعمل، غير لما تكون متبرشمه اول ما اجيبها من الحاجه كده زي ما هي بتبقى متبرشمه. فبالتالي لما بفتحها بتبدا ان الصلاحيه بتاعتها ان هي تشتغل معايا. بصوا ده شكلها، يعني انا كمان لو حطيته على السراحه هيدي منظر شيك جدا، حلو قوي، شياكه برضو. لو حطيت منه ان ممكن اعتبره كروج، لا حلو يا بنات بجد، يعني انا انصحكم ان انتوا تجيبيه، سوري ان انتوا تجيبوه يعني. طب يا نينو ده متوفر فين، اجيبه منين؟ انا جايباه يا بنات من كتالوج مايوي، عشان ما اقولكمش ان هو موجود عند بتوع المستحضرات التجميل، وممكن تروحي ممكن تلاقيه ممكن ما تلاقيهوش. وبرده طبعا لو رحتي هما بيطلعوه من بره العلبه وبيحطوه كده وبيبيعوه بثمن تاني. فانت لو عايزه تجيبيه ممكن تشتريه من كتالوج مايوي، ده سعره في الكتالوج مش غالي خالص. هوريه لكم برده شكله في الكتالوج عامل ازاي. اهو ده شكله في الكتالوج اهو، هو ده يا بنات اللي هو بالتوت ده. انا بفضل التوت والمانجا، انا بحب يعني النكهتين دول، بس طبعا كل واحد وذوقه، يعني انت ممكن تجيبي نكهة تانية. طبعا المجموعة اللي هي البرتقال والتوت والمانجا والقرفة وجوز الهند دول عاملين 8 جنيه، عشان عليهم خصم 50% الشهر ده اللي احنا فيه بتاع 10. اما بقى اللي هو طعم البطيخ والخوخ والنعناع والفراولة والشوكولاتة والكراميل، اللي كان عامل 10.5 جنيه، يعني برضو 10 جنيه او 8 جنيه، الفرق مش كتير قوي يعني، بس اهم حاجه النكهه اللي انت حباها. فانا يعني لو انت كنت بتفكري ان انت تجربيه ومقلقه منه، لا انا بنصحك تجيبيه بجد حلو. ولو حطيتيه كمان جبتي منه كذا نكهه وحطيتيهم على السريحه، هيدوا شكل حلو جدا. لو انت عروسه وبتشوري برضو وتجيبي منه تحطي منه، عشان يبقى عندك مرطبات. لو انت برضو شفايفك بتقشر وعندك مشاكل مع التقشير، ده هيقضي على الموضوع ده خالص. تستخدميه مره او مرتين في اليوم، مفيش اي مشكله ولا اضرار منه ولا قلق منه خالص. وكفايه
انت هيبقى ريحتك حلوه كده، يعني ريحه شفايفك انت هتبقي شامه ريحه شفايفك كده حلوه كده، وطعم شفايفك كده بيبقى مديه طعم حلو يعني. فدي النكهه دي حلوه قوي، واحلى حاجه في المرطب ده كمان النكهه اللي فيه ان هو فيتامين اي، واحنا عارفين قد ايه فيتامين اي مهم جدا للبشره وللشفايف وللعين، واللي هو السواد اللي تحت العين والهالات وكل ده، عارفين ان كل ده بيبقى سببه اللي هو بيبقى نقص فيتامين اي. فاي حاجه فيها فيتامين اي بتبقى حلوه جدا جدا جدا، فاي حاجه تلاقي فيها فيتامين اي للبشره لا لازم تجربيها، بتبقى مضمونة 100%. ده كان فيديو النهاردة يا بنات، اتكلمنا عن بلسم الشفاء او المرطب بتاع الشفاء، وعرفنا بيتجاب منين، وعرفنا تمنه ايه، وعرفنا ان هو ملهوش اي عيوب، بالعكس ده كله مميزات وحلو جدا. يا رب اكون قدرت افيدكم، وزي ما اتفقنا القناة بتاعتنا قناة منوعة، لو حابة نعملوا اي فيديو سيبهولي في الكومنتات علشان نعملوه مع بعض ونقدر ان احنا نفيد بعض، واللي جرب يقول لنا رأيه اذا كان سلبي او ايجابي علشان كلنا نستفاد من بعض. ده كان فيديو النهاردة، واستنوني في فيديو جديد وحلقة جديدة مع سوبر نينو.